بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة ولأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة ما ترك لناش مشكلة من مشاكل حياتنا إلا وقدم لنا راحة وحل فيها من أكتر الحاجات اللي بتواجهنا في حياتنا إزاي نقدر نعيش مع واقعنا اللي فيه فجوة فيه فجوة واضحة جدا جدا ما بين التغير والتغيير فالمجتمع اتغير كتير قوي انا واحد من الناس شفت المجتمع بعيني وهو بيدخل مرحلة ومرحلة ومرحلة انا شفت المجتمع تغير ثلاث مرات على الاقل فالمجتمعات اتغيرت وقابلت اجيال فالمجتمع تغير تغير كتير جدا 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 هنعمل ايه لناش حد نسأله غير حضرة النبي وخاصة لو كان سؤالنا وانا واحد عم عمرو الورداني وانا بسال عما يخصني انا انا اعمل ايه في حياتي واعمل ايه عشان اقدر استمر في الخدمه فعلى طول واجهني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيعلمني وبيقول لي حديث بيعلمني ازاي يفضل الدور موجود دور مشتغل بالشريعه دور متشرعين دور اهل العلم فلقيت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لي إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجد لها دينها يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى إحنا في كل مئة سنة ليه مئة سنة؟ عشان دي دورة, دورة حياة متكاملة دورة حياة متكاملة بتخلينا نقول حاجة مهمة جدا خلينا أقول لكم حاجة ليه انا بتكلم عن هذا الحديث وليه النهارده انا عايز اتكلم في ده لان كلنا اثرنا ان شايفين بعينينا ان في تغير مثلا في المناخ على فكره مش تغير في المناخ بس ده تغير في الحياه كلها احنا خلاص النهارده بيجي حد بيكلم عن الذكاء الاصطناعي وبيكلمنا على انه هو عمل روبوته روبوت امراه كامل مش معقوله نفضل نتعامل مع الواقع ده نتفرج بس مش هنقدر نستمر ان احنا نتفرج بس ولا ده صح ولا ده ممكن انا عشان بتكلم على البيت الخطاب الديني انا اتكلم على الخطاب الديني فانا وبسمع حديث ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل مائة سنه من يجدد لها دينها انا اتكلم على اني في الحقيقه انا عندي تهديد اساسي لبيت الخطاب الديني ما تخافش مش التهديد الاساسي ان حد يقصيه لكن التهديد الاساسي هو كيف سيستمر الخطاب الديني في خدمة المجتمع هذا هو التحدي المجتمع يقينا قد تغير وانتم بتسمعوني دايما بقول اللي مش قادر يفهم الإنسان المعاصر حدثت فيه تغيرات سبعة لا بد ان احنا نتكلم عنها حصل تغير في سمات الإنسان المعاصر سبع تغيرات التغير الأولاني هو ايه؟ أول تغير زادت الفردانية زادت المزاجية زاد التشكك زاد الاحباط زادت المظلوميه زاد كمان الحساسيه وزادت العشوائيه فالزياده دي عملت ايه عملت سؤال هل تجديد الخطاب الديني اصبح ضروره نعم اذا اراد بيت الخطاب الديني ان يبقى في مكانته في المجتمع هقول لكم قاعدة كده أنا اتعلمتها زمان وأنا بيعلموني العلوم الاجتماعية والعلوم علوم الاجتماعية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية علموني أن المجتمع لا يحترم ولا يقدر ولا يرفع شأن إلا من يخدمه فالسؤال بقى ملح لن يستطيع بيت الخطاب الديني أن يبقى في مكانته إلا إذا استمر في خدمة المجتمع. خدمة المجتمع هي نفسها اللي خلت العلم ماله؟ عبادة متعديه. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول هتف العلم بالعمل فأجابه وإلا ارتحل. فمش وظيفة العلم هو الكلام. وظيفة العلم تقديم الحياه للامام. وظيفه العلم مش هو الكلام. وظيفه العلم هو تقديم الحياه للامام يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. يبقى وظيفه العلم ان احنا نتقدم للامام. وعشان كده انا مش هدخل في الخناقه الطويله بتاعت هو احنا نجدد الخطاب ولا نجدد الفكر الديني انا عندي مقترح ثالث. ايه هو؟ إحنا محتاجين نجدد وظيفة العالم. يعني إيه تجديد وظيفة العالم؟ إحنا في الحقيقة لو إحنا عايزين نجدد الخطاب الديني عشان العالم يقوم بدور في المجتمع. لو بنجدد الفكر الديني عشان العالم يقوم بدور في المجتمع. ولذلك تعالوا نتكلم عن تجديد وظيفة العالم. هو العالم ليه وظيفة واضحة؟ آه طبعًا العالم ليه وظيفة واضحة بتتمثل في نوعين من الوظائف في وظائف ثابتة للعالم وفي وظائف متجددة وظائف العالم الثلاثة الثابتة هي أول حاجة ماذا؟ تأسيس الوعي واستثماره يعني العالم لازم يؤسس الوعي واستثمره يعني إيه؟ يعني العالم لو ما أنتجش معرفة جاهزة للعيش بها ما يبقاش عالم ودي وظيفة ثابتة يبقى الوظيفة الأولى هو تأسيس الوعي واستثماره. الوظيفة الثانية من الوظائف الأساسية للعالم صيانة القيم. إن هو يصون القيم، يخلي المجتمع قيمه الأساسية محافظ عليها، ويسعى للحفاظ على قيم المجتمع. الوظيفة الثالثة هو أن ينتج العالم إنتاجا علميا معتدلا يدعم الاعتدال. يبقى في ثلاث وظائف ثابته تاسيس الوعي وصيانه القيم والانتاج العلمي المعتدل الانتاج العلمي اللي يساهم على ان العلم يظل معيارا من معايير الخدمه المجتمعيه لكن في وظيفه بقى متغيره ايه بقى الوظيفه المتغيره انا بقترح ان الوظائف المتغيره في الو... يعني ايه وظائف متغيره في كل عصر من العصور الوظيفه الثابته دي في كل عصر من العصور الوظائف الثلاثه دي موجوده يعني من لدن الصحابة لما ورث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم العلم للصحابة في حديث إن الأنبياء لما يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم ورثوا الصحابة هذه الأدوار الثلاثة ورثوا الصحابة تأسيس الوعي وصيانة القيم والإنتاج المعتدل ورثوهم ده وفضل العلماء جيلا بعد جيل لغاية دلوقتي هو دي الوظائف الاساسيه للعالم بس في وظائف بقى متغيره يعني ايه كل عصر بيطلب وظيفه الوظائف بقى اللي احنا شايفين انها تكون في المجتمع بتاعنا دلوقتي ثلاث وظائف جديده اول حاجه ترميم المجتمع تاني حاجه دعم التنميه ثالث حاجه قياده الرياده يعني ايه الكلام ده من الوظائف الأساسية في المجتمع دلوقتي إن العالم يساهم في ترميم المجتمع ليه؟ فاكرين متغيرات السبعة اللي أنا قلتها؟ عملت شروخ في المجتمع عملت شروخ واضحة في المجتمع أقول لكم حاجة أنتوا فاكرين إن التطرف ده عدى على التاريخ يعني ومر كده؟ أنتوا فاكرين حضرة النبي لما تكلم عن الخوارج وقال ان هم يمرقون من الدين ملوك السهم من الرمية وان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عايش في زمن الخوارج لقاتلهم انتوا فاكرين هو لماذا قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ده لأنهم بيمزقوا المجتمع والمفارق لدينه المفارق للجماعة كمان المفارق لجماعة الناس والهادم للمجتمع كمان بيحصل كده فاحنا من هنا مر التطرف من هنا مر التشدد فمن هنا المجتمع تشقق فحصل تشقق في المجتمع فالمجتمع محتاج ترميم والعالم الذي لن يمارس ترميم المجتمع لن يستطيع ان هو يكون لن يستطيع المجتمع ان يعيش بقي... يحس بقيمته واحنا قلنا من يريد ان يحافظ على قيمته في ع... في حياة المجتمع لابد أن يعيش في الخدمة يعيش في الخدمة يعني من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فلينفع عشان ما حدش يقول بس إحنا عايزين الناس تبقى حسب مطالب آه طبعا العالم الذي لا يداوي أوجاع المجتمع فهو ليس بعالم العالم الذي لا يسهم في التخلص من ارتفاع نسب الطلاق في الوقت اللي احنا فيه ده ليس بعالم يعني العالم اللي يمر عليه دلوقتي نسب الطلاق ولا يهتم بها ولا يهتم ان هو يقدم حل في ارتفاع نسب الطلاق وليس بعالم. العالم اللي يشوف تراجع الاخلاق ويمر عليه كده ليس بعالم. ليه؟ ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. لازم يفهم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي أماتي لله رب العالمين. اللي مش هيرمم المجتمع ما يطلبش من المجتمع ان هو يحطه في مكانته الطبيعيه. المجتمع سيؤمن بالعكس، خليني اقول لك ان المجتمع يحاسب كل من يخذله. ونحن نحتاج الى خطاب ديني داعم للمجتمع وحريص على المجتمع وحامل للمجتمع ومرمم للمجتمع، اذا كنا عايزين الخطاب الديني يظل في مكانته اللي الله سبحانه وتعالى اذن ان تكون له. فاحنا محتاجين ده. محتاجين نفهم ان الخدمه المجتمعيه جزء من وظائف العلماء. واهم خدمه مجتمعيه هو ترميم المجتمع. على فكره سنه 2012 ما عدتش وبس، عملت شروخ في المجتمع. في شروخ في المجتمع لازم نواجهها. ولو ما واجهناش احنا ما بنقومش بدورنا احنا عندنا غبار من التطرف اه ما انا بصراحه انا جايب اتكلم بصدق في غبار للتطرف انا لما امشي في الشارع ويقابلني واحد واحنا بنتكلم بنقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فنقول ان ان محمد رسول الله فلما اقول له والنبي يقول قول لا اله الا الله على ان انا وكاني اشركت الناس بتستنشق غبار تطرف واللي يغمض عينيه عن ده خان أمانة العلم وخان أمانة الكلمة فلازم نواجه ده نواجه هذه التشققات وهذه التصدعات المجتمعية الوظيفة الثانية للعالم هو دعم التنمية ما ينفعش مجتمع انت شايف الناس قيمة العمل بتتراجع فيه وإن المجتمع حصل فيه الاعتمادية كده لدرجة اعتمادية الرجل على زوجته واعتمادية الأبناء على آبائهم فمجتمع بقى مليان بالاعتمادية وأنت تصهين. المجتمع لازم يرجع تاني يكون مجتمع زي المجتمع اللي انتصر في أكتوبر. زي المجتمع اللي واجه المغول. زي المجتمع اللي واجه كل الحروب اللي مرت عليه. زي المجتمع اللي عدى بالطاعون وعاش لازم المجتمع ده يرجع قوي مرة تانية لازم نعمل إيه بقى؟ نخلي المجتمع يعشق الإضافة يعشق الوسع يعشق إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه لازم المجتمع يرجع تاني يؤمن بإن من كان يومه كامسه فهو مغبون محروم فلازم نعشق التنميه نعشق انا يوم جديد على عملك شهيد لازم نعشق القيمه الاضافيه ولازم كمان نعشق ان اكرمكم عند الله اتقاكم نعشق ان احنا لازم نكون كمان في رياده لازم العلماء يهتموا بالوظائف الثلاثه دول ترميم المجتمع ودعم التنميه وقياده الرياده دول ثلاث وظائف اذا اردنا الع... اذا اردنا ان احنا نعمل خطاب ديني لازم نعمل خطاب ديني بيخلي العلماء يشتغلوا في الملفات التلاتة دول أو يشتغلوا في المحاور التلاتة دول مش ملفات المحاور التلاتة دول في الوظائف التلاتة دول الجديدة ترميم المجتمع ودعم التنمية وقيادة الريادة وحدش يقول لي أن الكلام ده كان كلام قديم ده الكلام ده كلام بالمفاهيم الجديدة اللي احنا بنعيشها لإن العالم بيعيش بمثلث اسمه مثلث واجب الوقت. إيه مثلث واجب الوقت ده؟ أي عالم بيدرك النص بيدرك كل العلوم كل علوم الشريعة ال18 علم دول كلهم يدركهم وبعد كده يدرك الواقع يدرك الواقع بعلومه إدراك الواقع علم الاجتماع والعلوم السياسية والعلوم وعلم النفس ويدرك كل العلوم دي فيدرك الواقع يدرك النص ويدرك الواقع ويدرك كيفيه تنزيل هذا النص على هذا الواقع. وادراك ده لازم ايه؟ محتاج علوم جديده، فلذا احنا محتاجين توليد علوم. فمفهوم تجديد وظيفه العامل حل اشكاليات كثيره. واحنا ساعتها محتاجين بقى ايه؟ علوم جديده. ايه العلوم الجديده اللي احنا محتاجينها؟ اضرب لك شويه مثال كده بشويه علوم جديده بس. زي علم اجتماع الخطاب الديني. الخطاب الديني لازم يبقى عنده علم اجتماع خاص بيه. يشوف ازاي هدير علاقة الخطاب الديني بالمجتمع وده علم جديد فنعمل غزل ما بين العلوم الاجتماعية والعلوم الدينية عندنا محتاجين علم اسمه علم إدارة الخطاب الديني ان إدارة الخطاب الديني ان الخطاب الديني ازاي يدير المجتمع حتى يصبح مجتمعاً يشكر نعمة الله يا كده وعايزين كمان علم نفس الخطاب الديني لازم الخطاب الديني يواجه يتعامل مع النفوس ويعمل تزكيه للنفوس تزكيه للنفوس اه احنا عايزين علم اجتماع الخطاب الديني لان في سيكولوجيه الكسل سيكولوجيه العجز اللي موجوده دي فلازم الخطاب الديني يعالج هذه السيكولوجيات وعينه على قوله تعالى ماذا ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقوى قد افلح من زكاها وعينه بل الانسان على نفسه بصير احنا كلنا على نفسنا بصيره ويبقى عندنا كمان علم اعلام الخطاب الديني ازاي نقدر نتكلم عن وسائل وسائل التواصل الاجتماعي بان هي تكون قيمه اضافيه ولازم كمان يبقى عندنا علم جديد اسمه علم اداره الدوله اللي ممكن نسميه الفيرجن الجديد لعلم السياسه الشرعيه اللي بيتعامل مع الدوله الحديثه مش بيتعامل مع دوله الخلافه طب لما نيجي ندرب اولادنا ونعمل برنامج تدريبي عشان نجدد وظيفه العالم وندرب, وندرب الدعاء انا اقول لكم برنامج مفردات لبرنامج مفردات لجمله من المعايير تخلينا نقول اني عن درب العلماء او عن درب المتشرعين على ايه عشان يوصلوا لده في شويه معايير الاول لازم نقوله ندربهم على ايه بقى اول حاجه هقول لكم شويه معايير ندرب عليهم اول حاجه ندربهم على الاهتمام بما قبل المعرفه يعني يهتموا بالبيانات احنا عندنا كده في سلم اسمه سلم المعرفه. في حاجه اسمها عندنا المعلومات عندنا المعلومات المعلومات تنتقل الى بيانات ثم البيانات تنتقل الى المعرفه. اللي هي الداتا ثم انفورميشن ثم النوليدج. لازم ندربهم ان هم يهتموا قبل المعرفه. فيهتموا بالبيانات ويهتموا بالمعلومات فدي اول حاجه. تاني حاجه لازم نعرف ان الشخص ده احنا دربناه صح عشان يقوم بالوظيفه دي تاني حاجه ايه ان احنا نعلمه أنه يدعو الى حب الحياه لازم نعلمه حب الحياه وده برنامج طويل انا يعني اقول لكم بس الملفات اقول لكم المعايير ان احنا نعرف ان احنا بندرب واحد ممكن يقوم بالوظائف اللي انا قلت عليها ثالث حاجه التفاعل مع الواقع ومراعاه اصول العلوم الاجتماعيه لازم ندربه على ده لازم ندربه على ان هو يتعامل مع العلوم الاجتماعيه. لو ما تدربش يبقى عنده مشكله. لازم ندربه على قابليه التنوع والتفكير متعدد الرؤى وتبني المشترك. لازم نربيه على ده. لازم يتبنى التعامل مع المشترك. لازم كمان معيار بعد كده لازم نعلمه العمل على اعتماد المرجعيات العلميه، لازم يبقى في مرجعيه علميه. في كل العلوم. معيار مهم جدا اللي جاي ده بقى ان هو بسبب السبع متغيرات اللي احنا قلنا ده لازم في معيار لتكوين واحد يستطيع ان هو يقوم بالوظائف دي لازم الشخص ده يكون مقاوم لفلسفه المظلوميه فده معيار مهم جدا ان نبني عالم مقاوم لفلسفه المظلوميه يقاوم المظلوميه في المجتمع كله لازم كمان نبني عالم بيتبنى انسانيه الخطاب انسانيه الخطاب بانه يعمل ايه؟ يعلي القيم واهم ثلاث قيم هي قيمه الرحمه والخير والجمال. لازم كمان نبني شخص بيتعامل مع خطاب يقاوم شعبويه الدين. شعبويه الدين بمعنى العلم يقاوم ان الناس كلها تتكلم في العلم. دي كارثه. لازم نكون حد كمان يقاوم حتميه الصدام وان العالم ضد الاسلام. لازم يقاوم فكره حتميه الصدام وان العالم ضد الاسلام. المعيار اللي بعد كده لازم ناسس عالم يساهم في التنميه الوطنيه، يبقى عنده دور في التنميه الوطنيه. لازم كمان المعيار اللي بعد كده نربي عالم وندرب عالم وناسس عالم بيعتقد رحمه الايمان لا سلطويته، يعني ايه؟ ان الايمان نور. مش سلطة فيربي الناس على الإيمان نور فنرجع تاني زي ما كنا زمان إن الإنسان المسلم المؤمن منور مش من صاحب سلطة وساعتها مش هيدعم الإسلام السياسي لازم كمان نربيه على سواسية التدين لا الطبقية الدينية ما عندناش تفرقة ما بين ملتزم وغير ملتزم التفرقة دي مع الله لكن نربيه على ماذا؟ على إن احنا سواء لا خير لاعرابين ولا اعجمين الا بالتقوى، التقوى ها هنا يعني بينك وبين الله ما تتعاملش مع الناس على انك انت عندك تمييز. ما عندناش طبقيه دينيه. انت لو عبد صالح تستصغر نفسك مش تعظم نفسك عن الناس. كمان نربيه ان هو ينكر السلوك المنحرف مع عدم كراهيه السالك. يعني يكره المعصيه ولا يكره العاصي. المعيار اللي بعد كده ان الرب حد بيفرق ما بين القضايا والمسائل بيفرق ما بين اللحيه وما بين واحد ما بيساهمش في التنميه فقضيه عدم المساهمه في التنميه ومحاوله هدم البلد اه دي قضيه كبيره لكن اللحيه مساله لكن ما تنفعش ان المساله دي تتحول الى قضيه مش معنى كده ان هي مش هنقول عليها سنه هنقول ان هي سنه بس مش هنوقف الحياه كلها من اجل ده. بنحترم سنه رسول الله وبنقدرها. لكن ما ينفعش نقيس الانسان بانه عمل السنه ولا ما عملهاش السنه فاذا ما عملش السنه يبقى مش مش من اهل الديانه. ونسيب قضيه الاخلاق كلها. اظن دوت مش عدل. لكن لازم نربي الناس على هذا الكلام. لازم نربي في معيار مهم جدا لازم نربيه على التمييز ما بين الجهل في المجتمع والجاهليه الاعتقاديه. المجتمع ممكن يكون فيه جهل. بس ما فيهوش جاهليه، دول مش مش زي مش زي قريش دول. والرب كمان معيار مهم جدا ان ربي على ازاحه الشر بالخير. ويرفض عباده الكراهيه، ما حدش يعبد ربنا بالكراهيه. يعني ما يجيش يقول انا بكره فلان. لكن نعبد الله سبحانه وتعالى، حتى لو احنا مش بنعبد الله بكراهيه المعصيه، احنا بنعبد الله بالطاعه التي تزيح المعصيه. لازم يتربى كده على قانون الإزاح إن الحسنات يذهبن السيئات لازم كمان معيار مهم جدا إنه يعيش حياة النبي مش يعيش عصر النبي يربي المجتمع على إن إحنا عايزين نعيش حياة النبي قيم النبي مش نعيش عصره لأن إحنا لن نستطيع أن نعود إلى عصره صلى الله عليه وسلم لازم كل الكلام ده كله فيه تفاصيل عشان بس ما حدش يجي يفهم ويجي ياخد الكلام وهو من غير ما يفهمه ويطير بيه ويقول كلام انا ما قلتوش لازم نربيه كمان على التفرقة ما بين الحياة والقضاء احنا بنعيش مع بعض مش ممكن نكون كلنا قضاء ما ينفعش ما يصحش لازم نربيه كمان على مقاومة العالم ده نربيه على مقاومة ايه احتلال المفاهيم وده شيء مهم جدا جدا ما كانش حد يحتللنا مفهوم الدنيا مفهوم الحياة بمفهوم الدنيا الحياة مش هي الدنيا بس ولازم نربيه على انه يعلم المجتمع كله الفرق ما بين القطع والظن. ما ينفعش الاشياء الخلافيه خليها كلها قطعيه زي ما سمعنا من كل الطيار المتطرف انه يجي يقولك دي مساله اجماع، مساله اجماع، لا مش مساله اجماع. تعالوا نقول الملفات اللي لازم نشتغل فيها بسرعه. انا بقول ب ب ب بعمل ايه؟ بقترح ملفات بسرعه ناهل الناس دي ملفات تجريبيه ناخد المعايير اللي انا قلتها دي وناهل الدعاه عليها. عشان الدعاة دولة والمشايخ دولة والعلماء دولة ممكن لو ربناهم على دول يطلعوا يمكن أن يقوموا بهذه الوظيفة أول حاجة ملف التنمية ونتكلم في ملف التنمية عن إيه؟ عن الوعي المجتمعي وقضية ونربي المو... الناس على أنه ما يدعو الناس إلى فكرة المواطن الفعال الكفء الملف الثاني ملف التطرف لازم نتكلم عن توطين الاعتدال وزيادة المناعة الدينية تجاه التشدد، عايزين نزود المناعة الدينية، قلت؟ اه قلت، هنكذب على نفسنا ليه؟ ملف الزيادة السكانية، لازم نعلم الناس دي أنها تشارك في ملف الزيادة السكانية ويتكلموا عن جودة الخصائص السكانية وجودة الايمان عشان نصحح المفاهيم وخاصة في بعض المسائل الجديدة. لازم نتكلم عن ملف الطلاق ونتكلم عن تصدع المجتمع. بسبب الطلاق، ونتكلم عن اقتصاديات الطلاق اللي اللي بتهدي الدنيا، ونتكلم عن الحلول المتكامله في ملف الطلاق. وملف تاني لازم نتكلم عن ملف استعاده فاعليه القيم. نتكلم عن القيم والحياه، ونتكلم عن حياه القيم، ونتكلم عن منظومه القيم الانسانيه، ونتكلم عن الحلول المستدامه عبر القيم. دي الملفات اللي انا عايز اتكلم عنها. عندنا شوية معايير وعندنا شوية كمان ملفات أنا شايف إن أنا قلت كلام أرجو الله سبحانه وتعالى إن الناس تسمعه في تجديد وظيفة وظيفة العالم وقلت كلام محتاج تفاصيل كتيرة لكن يكفيني إن أنا وأنا بسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة إن الله يبعث على رأس كل مائة عام كل رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الامه دينها يا رب اجعلنا نساهم في هذا التجديد واجعلنا يا رب ممن يشيرون الى تجديد وظيفه العالم ليصبح كل عالم يفتح عالما من عوالم السعاده والبركه والنور اجعلنا نرمم المجتمع وندعم التنميه ونكون كمان في فاعليه يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين بعد الفاصل نلقاكم عشان نجاوب على اسئلتكم المباركه اللي وصلتنا على صفحتنا صفحه برنامج ولا تعسره ولكن بعد الفاصل <applause> رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا صفحه برنامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليها اسئلتكم المباركه وكمان بتفضل جسر ممدود بيننا عشان تفضل مجالس العلم نور وبركه وفتح وتوفيق وسداد يا رب ما تقطع عنا مجالس العلم يا رب وجعلنا دايما من اهل الذكر عندك في المجل في الملأ الاعلى يا رب العالمين. اول سؤال وصلنا بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا عندي قط عنده 11 سنه بس من اسبوع تعب وكان عنده احتباس بول وذهبت بيه للدكتور وعمل له استره وركب له محاليل وبعدين رفض الاكل وعايش على الميه واللبن فقط. ذهبت بيه لدكتور اخر عمل له سونار وتحليل دم فظهر عنده فشل كلوي. من الدرجة الأخيرة وركب له محاليل فقط وقال لي حرام عليكم ده بدي لازم أعطيه حقنة اسمها الموت الرحيم لأني لا أمل من شفائه وهو كان تعبان جدا وركبت له محاليل ولما كان عايز يعمل حمام يعني بيبي كان بيعمل على نفسه أو نشيله ونوديه الحمام هل الموت الرحيم للقطة الميوس من شفاء حلال ولا حرام أولا عشان بس ما حدش من السادة المشاهدين يتعامل مع ما تقومين به بأي شيء جزاك الله خيرا على كل ما تعمليه وما حدش يقول طب وليه الاهتمام ده ما نحطوش في الإنسان نحطه في الاثنين ومين قال لك إن اللي, اللي بيهتم بالحيوان بهذه الطريقة لا يهتم بالإنسان بنفس الطريقة بلاش كده وإحنا ربنا جعل الحيوان نهتم به عشان يدربنا عشان نهتم بالإنسان واحد يقول لك ما في ناس كثيرة محتاجين لهذا الاهتمام سيدي لا تأتي لصاحب الخير وتقول له دع ما انت ما تفعله من خير وافعل الخير في غيره يا اخي ما جايز هو لو راح يفعل الخير في غيره ما يفعلوش فدع الناس بما ترق به قلوبهم اهم حاجه هو الشخص بيعمل كده ما يكونش بيتفه عمل الخير الثاني ده فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا دخل الجنه في كلب سقاه فما بالك بقى, بقى بحد بيراعيه وبيراعي صحته وما الى ذلك. احنا بقى عندنا مساله مهمه جدا 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 هي مساله الموت الرحيم. الموت الرحيم ده بيتكلم على ان انسان بيتكلم على ان حيوان الحيوان دوت بيحصل ايه؟ ان هو بيعذب بيعذب ليه؟ لإنه هو في الحقيقه ما عندوش حاجه يستطيع ان هو يعيش بيها. وهو عايش في معاناة شديدة جدا 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 فبيعيش كأنه بيتعذب بيتعذب بإيه بهذه الحياة الحياة التي يعيشها فمسألة الموت الرحيم ده الناس انقسموا فيها إلى قسمين قسم الأولاني قال لا احنا ما عندناش تعد الشريعه ما تعرفش التعدي على اي حاجه فيها روح بدون ما يكون في سند لده لان في الحقيقه ان الروح دي لما وضع الله سبحانه وتعالى فيه ما ينفعش ان حد يقرر ان الروح دي تنتهي الا اذا اراد الله سبحانه وتعالى فيموت باجله فيموت بايه باجله طب ولما بنسال الاصحاب الاتجاه ده طبعا احنا ما عندناش مزايا في قديمة، القديمة، احنا عندنا دلوقتي إيه؟ كلام في ال... احنا بن... في, ال... في الكلام في الاجتهادات المعاصرة. طب نعمل إيه في ده؟ قال خلاص أنت لك أن أنت تمنع عنه ما به يعيش فيموت، فيموت بإيه؟ بأجلي زي وكأنه بيقيس عليه رفع الأجهزة عن الإنسان. طيب التاني بيقول لك لا هو الأمر فيه مختلف عن الإنسان. والدليل على ذلك ان احنا في عندنا اضحيه وفي عندنا اشياء كتيرة وهذا ليس تعدي على هذه الروح ولكن ده بيكون رحمه بده وبيدخل الانس وبيدخل ده في التوازن ال في التوازن البيئي ولأنه هو ليس كالانسان يبقى الحيوان ليس كالانسان فالمساله دي فيها اتجاهين واضحين وكبار مش اتجاه واحد بس ايه اللي بيرجح اتجاه على التاني في الحقيقة الحالة التعامل مع كل حالة بحالتها يعني اذا كان الـ 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 القط ده وصل الى حالة ان هو فعلا اجتمع الاطباء على انه هو بيتعذب عذابا شديدا كل الكلام ده فيما يتعلق بالحيوان لا علاقة له بالإنسان ما دعوة بجانب الإنسان دلوقتي خالص الإنسان ليس حيوانا وليس شيئا عشان بس أنا عارف في ناس كتيرة بتعشق المسألة دي في ناس كتيرة بتعشق إن ياخدوا الكلام من مجال يحطوه في مجال الإنسان لا علاقة لنا بده ما فيش حاجة اسمها أبدا موت رحيم للإنسان من لهذا لا يرد في الإنسان الكلام اللي بيتقال في بعض الثقافات وفي بعض الحضارات هذا لا نعرفه في هذا الدين في دين الاسلام لا يعرف الموت الرحيم للانسان لا يعرف ده ورفع الاجهزه عن مريض لا يعني قتلا رحيما هذا لا علاقه له بده وده ده ليه علاقه بهل التداوي واجب ولا مش واجب عشان بس ما حدش يخلط ما بين الملفات طب ايه المرجح لو الاطباء بقى اجتمعوا وقالوا اللي بتعملوه في ده في هذا الحيوان ده شكل من أشكال العذاب شكل من أشكال العذاب لأنه هو في الحقيقة لا ده اللي انت بتعمله فيه ده ما بيخلوش يعيش انت كده مش رحيم بيه ولكن انت كده بتعمل ايه بتجعله يدام عليه الحياة بغير المقصد الذي قصده الله له طب إيه اللي حاصل بناء على مسألة الأضحية وبناء على جملة من المسائل الناس قالوا لو أطباء اجتمعوا على ده لنا أن نفعل هذا رحمة به ده بهذه الحالة إذا كانت الحالة تقديرها ده آه ممكن نعمل ده بهذا التقدير وليس هذا من قبيل إذاق الروح لكن لو هو يستطيع أنه يعيش هنتركه ونستمر في علاجه طيب في حاجة وسط آه إن أنا لو امتنعت عن علاجه فمات معالجته ليست واجبة معالجته ليست واجبة يبقى عندنا حلين الحل ده واضح إن إحنا نمتنع عن علاجه وهذا ليس إثما في هذه الحاله اذا كان علاجه هيخليه يستمر في هذا العذاب فلا او ان احنا نعمل الكلام دوت وليس هذا من قبيل التعدي على مولانا سبحانه وتعالى بل اقرار ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وباكد ان دوت ملوش علاقه خالص بالانسان خالص السؤال الثاني بيقول انا والدي متوفي من فتره قريبه بس قبل الوفاه بحوالي سته اشهر اخواته مفيش حد فيهم كان بيسأل عليه خالص وهو كان تعبان مش قادر يروح يشوفهم وزعل جدا منهم ومات من غير ما يشوفهم وكان زعلان منهم ايه حك ايه الحكم في ده في كده؟ الحقيقه ان الحكم في كده اذا كان ده بيكون بعمد لا عن عدم قدره فده حرام لانه نوع من انواع قطع قطع صله الارحام ويستد على فكره لازم نعرف ان صله الارحام تتاكد في ظروف خاصه يعني لما يبقى الانسان مريض يتاكد صله الرحم تتاكد صله الرحم يعني ايه؟ علينا ان احنا نسعى جاهدين الى ان احنا نعمل ايه؟ نعمل ده فلذلك إذا كان ده عن عمد وهم قادرين على الزيارة فتركوا الزيارة فأظن إن دوت لم يكن هو التصرف الصحيح السديد بل كان يمكن أن يصل إلى الحرام إذا كان في قطيعة لسادة الرحم وخاصة في مثل هذا الظرف فهذا كان الأمر كان لا ينبغي أن يكون فعليهم إن هم كانوا يصلوا رحمهم ويزوروا أخوهم خاصة في ظرف المرض. السؤال بعد كده بيقول كنت عاوزة أعرف لو عملت قرض لزواج بنتي حرام لا ده ما اسموش قرض ولكن ده اسمه تمويل لهذه المسألة إن سواء شراء الجهاز أو لتتميم مسائل شراء شيء ليها فده نوع من أنواع تمويل شراء السلع لبنتك إن أنت تعملي الكلام ده ولكن نصيحتي إن أنت ما تعمليش ده إلا إذا كانت عندك قدرة على السداد لأن كثير من الأحيان بيعمل كده فإيه اللي بيحصل؟ فبيحصل بعض المساوئ بأن كثير من السيدات بيحصل لها حالة من حالات حالة من حالات إيه؟ حالة من حالات أن تصبح من الغارمات عشان لا تستطيع السداد ده وأنا بشد على يد المجتمع أن المجتمع يتعاون في مساعدة مثل هذه الأم في إن هم يساعدوها في زواج ابنتها وإن المجتمع يساعدها بشكل فيه تعاون على البر والتقوى. وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوسع المجتمع وندعم كل واحد وكل واحده عايزين يعفوا أنفسهم ويعيشوا حياة سعيدة في نعمة ربنا سبحانه وتعالى. إحنا النهارده الحلقة كانت مليانة تفاصيل. كانت حلقة مليانة كلام عن بيت الخطاب الديني. اتكلمنا فيها عن حاجات جديدة وعن معايير ازاي بيها نأسس عالم يقوم بوظيفة جديدة للعالم وظيفة فيها ترميم للمجتمع وظيفة فيها دعم للتنمية ووظيفة فيها قيادة للريادة يا سادة احنا محتاجين ده على وجه السرعة وأنا اقترحت خمس ملفات محتاجين إن احنا نشتغل فيها على وجه السرعة ملف يتعلق بالتنميه ملف يتعلق بالتطرف ملف يتعلق بالطلاق ملف يتعلق باستعاده دور القيم وملف يتعلق كمان كمان بازاي كل واحد فينا يكون مواطن فعال في حياه المجتمع يا رب نستطيع ان احنا نعيد جمال ومكانه ونور وظيفه العالم مره تانيه بان احنا نجدد وظيفته فيتجدد نور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بأبي وهو أمي بيعلم لكن بي كان بيعمل إيه؟ بيبني مجتمع وينوره ويباركه وإيده بإيد كل واحد في المجتمع في السلم وفي غير السلم في وقت الشدة وفي وقت السراء كان حضرة النبي يده مع كل إنسان محتاج مساعده في المجتمع المجتمع محتاج مساعده العلماء محتاجين نفكر بطريقه مختلفه شويه ونجدد وظيفه العالم لان تجديد وظيفه العالم تجديد لجمال العالم يا رب اجعل العلماء دايما قيمه اضافيه ونور ووصل وبركه على مجتمعنا يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين الهمنا الرشد والسداد في كل وقت وحيد